بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Medical treatment of glaucoma هنتكلم النهاردة عن medical treatment of glaucoma الحاجات اللي هنتكلم عليها uh, drugs used in the treatment of glaucoma هنتكلم على glaucoma trials وهنتكلم على special situations according to the drugs احنا عندنا كذا classes of the drugs عندنا prostaglandin agonists عندنا prostaglandin agonists عندنا drugs acting on the sympathetic and parasympathetic nervous system عندنا carbonic anhydrase inhibitors عندنا osmotic agents وفي new drugs موجوده في الماركت بالذات في يوروب في وفي الstates وبقالها حوالي سنتين وهنتكلم عنها برضو لانه ممكن تبتدي تخش عندنا قريب الدراجز هنشوف جدول فيه كل تقسيمة الدراجز مش هخش فيه بتفاصيل لان هو كله كلام لازم يتحفظ احنا عندنا في في حاجات لسه أي موجوده قديمه ولسه موجوده زي البايلوكاربين الكولينرجيك كلنا عارفين ازاي بيشتغل في البرايمري او في الاوبن انجل او في الكلوز انجل له ديفرنت ميكانيزمز اوف اكشن البريبريشنز بتاعته والكونسنتريشنز بتاعته من نص لغايه 6% الكومن هو بيستخدم هو 2% الاوكيلر اكشنز بتاعته او الميثودز how to reduce into to pressure with side effects هنكمل برضو في الاذرين الكارباكول الفوسفولين، ايودايد كل دي حاجات ويدرون مع الأدرينالين اللي كان بيستخدم برضو بالذات لو كانوا عيانين بريجننت لان هو از ا ناتشرال سبستانس وحدى بريجننت وعنده جلوكوما كان زمان بيستخدم لكن برضو از ويدرون في الجوانوتيدين برضو برده از ويدرون وتش از الفا 2 اجونست اللي هو ال مونوثيرابي اللي هو الالفاجان او كومباين مع التيمولول والكومبيجان الابراكلونيدين اللي مش موجود في مصر لكن موجود بره كتير جدا والاسم التجاري بتاعه الايوبيدين ده بيستخدم كتير ليه مش مشهور ان ما اقدرش امشي عليه العيان فتره مستمره عشان بيعمل تاكي فيلاكسز يعني الافكت بيوين اوفر تايم طبعا الاقدم هو التيمولول اللي هو البيتا ريسبتور انتاجونست ومعاهم المجموعه بتاعته الليفو بيانولول الكارتيولول و السلكتيف البيتاكسولول او البيتابتك، اللي هو برضه موجود لغايه دلوقتي. هنراجع بسرعه برضه في side افكتس بتاعت الحاجات دي هنلاقي ان البايلوكاربين له سيستميك سايد افكتس يعني القطره نفسها لها سيستميك سايد افكتس بتشمل vomiting and confusion وزي الانتي كان يو كان هاف لوس اوف افكت اوفر تايم حاجه شبه التاكيفيلاكسيز ولكن بتاخد سنين عشان تحصل. في عندنا تيمولول والليفوبيانولول اللي هي السيستميك سايد افكتس بتاعت البيتا بلوكرز هي اكسسيرفيشن اوف اسما اند كرونيك اوستراكتيف بالمونري ديزيز هي مش ايه هي بي كرونيك اوستراكتيف بالمونري ديزيز امبوتس نايت ميرز هايبوتنشن اند براديكارديا مهم براديكارديا لما تكتب تيمولول لحد او بيتا بلوكر مهم انك انت تشوف البالس بتاعه لو البالس اقل من 50 اتس كونترا انديكيتد انك انت تكتب له بيتا بلوكرز في الكارتيولول والبيتاكسولول كل دي تبع البيتا بلوكرز آه تبع بيتا بلوكرز البرايمولودين آه الافكت بتاعه كان انديوس ريسبيراتوري فيلير ان تشيلدرن فبرايمولودين او الفاجان ان تشيلدرن اندر 12 ييرز اوف اول ناخد بالنا ان هو لو دراج انتر اكشنز مع المونو امين اوكسيديز ان هيبيتورز فما ينفعش استخدمه مع الماو ان هيبيتورز البروستاجلاندين انا ما لهمش دراج انتر اكشنز ولكن ثيوريتيكالي كان انديوس ابورشن ان فيميلز ثيوريتيكالي مش حاجه دوكيومنتد لكن هو ممكن يعملوا كده عشان هم بروستاجلاند انالوجز الدورزولامايد وشيز توبيكال كاربونيك انهيدريز ان هيبيتور هو الدراج انتر بتاعت السلفولامايدز كلها والكومبليكيشنز بتاع السايد افكتس تو ليسر اكستنت بتاع الكربونيك انهيدريز ان هيبيتورز اللي هنتكلم عنهم دلوقتي في عندنا اسيتازولامايد الدورزولامايد وبرينزولامايد في عندنا البروستاجلاندين انالوجز مجموعتهم الادانهم اللاتانو بروست اللي هو الزلاتين الترافا بروست الترافاتين البايماتو بروست اللي هو اللوميجان الكومباينيشن اوف زلاتين لاتين اند تيمولول ويتش از ذا لاكوم اند ذا كومباينيشن اوف لوميجان مع تيمولول اللي هو الجان فورت او البايماتو بروست مع تيمولول اللي هو الجان فورت اند ذا كومباينيشن اوف ترافاتين مع تيمولول او ترافا بروست ويستيمولول which از دواتراف الهايبو اوزموتيك ايجنتس اللي هو زي الجليسترول والمانيتول الجليسترول بيتاخد اورال المانيتول بيتاخد انترافينس اونلي المانيتول از نوت كونترا انديكيتد في العيانين الدايابيتك لان في اعتقاد عند الناس المانيتول ما ينفعش اديه في عيان دايابيتك لكن المانيتول ما ادهوش في حد عنده كاردياك ديزيز او كونجستيف هارت بروبلمز العكس الكونتر اندكيتور في الدايبيتك هو الجليسترول لكن الجليسترول في مصر ما بيستخدمش كتير برضو هنبتدي نتكلم على تو تايبس اوف هو كان في دراجز كتيره وكلها اثبتت فشلها لكن هو في تو دراجز عدوا الترايلز ودول افيلبل في الماركت في الستيتس بالذات وفي يوروب ومسمعين جامد وحتى انا مش مفهوم ليه ما دخلوش عندنا لغايه دلوقتي لكن هم دراجز فيري افكتيف اول حاجه اللاتانو بروستين بيونود او الاسم التجاري بتاعه فايزالتا ده نيتريك اوكسايد دونيتنج بروستاجلاندين اف 2 الفا انالوج ده نيتريك اوكسايد دونيتنج بروستاجلاندين اف 2 الفا انالوج الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو انكريز الاوت فلو بوث باي يوفيوس كليرال اند ترابيكتور فهو بي انكريز الاوت فلو بنسبه 100% البرسنتج اوف اي او بي ريدكشن فيه 50% دي نسبه عاليه خلي بالك ان احسن ترابيكيلاكتومي في الدنيا بتدي اي او بي ريدكشن 55% ده احسن ترابيكلكتومي اتعملت في الدنيا فده تقريبا ابتدى يجيب الافكت بتاع الترابيكلكتومي أه خلي بالك برضو ان الميني شانت بتدي تقريبا 20 ل 30% الترابيكلكتومي بتدي 50 او من 4 من 45 ل 55% فده دايما بنقارنها بالميديكال تريتمنت الدراج الثاني الادراج دي غاليه جدا الدراج دي غاليه جدا يعني الادراج دي بتخلم على الاي دروب في الكلمه توصل 8 حوالي 100 دولار يمكن عشان كده ما دخلتش مصر عشان الماركت وايز بتاع 100 دولار بتكلم على اطراف ثمنها هتبقى 3000 جنيه في الشهر مثلا اطراف غاليه جدا الدراج الثاني اللي هو النيتا سورديل اللي هو الراو كاينيز او نور ابينفرين ترانسبورتر ان هيبيتور 0.2% او روبريسا دوت بي اكت باي انكريزنج الترابيكال اوت فلو و ديكريزينج اكواس برودكشن وحاجه جديده في الميكانيزم اوف اكشنز اوف دراج ده يمكن هو الوحيد اللي مشتغل بيها اللي هو decreasing ذا ابي سكيرال فيناس بريشر وال ايروبريسور دوت في منه كومباينيشن لقوا ان هو فاضل له ايه عشان يبقى الدراج البيرفكت عندنا ان انا اضيف له حاجه تشتغل على اليوفيو سكيدال اوت فلو فعملوا كومباينيشن بتاع النيتاسورديل اللي هو 0.02% مع اللاتانو بروست 0.05% الاسم التجاري بتاعه اللي هتلاقوه غالبا لو نزل مصر ده ثمنه 150 دولار كان هو صعب برضه يعني اصلا هتبقى 8 5000 جنيه في الشهر اللي هو روكلاتان او روكلاندا ده بيدي اي او بي ريدكشن حوالي 65% يعني عدى ترابيكلاكتومي فانت بتتكلم ان البراكتس اللي ماشي بره دلوقتي ان بدي ميديكال تريتمنت فشلت شنط لان خلاص الترابيكلاكتومي انا كده جبت آه الدراجز ابتدت اوفر شادو الفاليو بتاع الميني شامبس وابتدت تو اوفر شادو الفاليو بتاعه الترابيكيلاكتومي مع النون بنتريتنج كمان يعني السيرجيك الدراجز عدت اغلب السيرجيكال انترفينشن الحاجه الوحيده اللي بتديك اي او بي ريدكشن بقى قوي جدا اكتر من كده ان انت بتدي احمد فالف او جروب بتاع الجلوكوما شامبس فروكلاتان او روكلاندا ده موجود موجود وبيتكتب وسبونسرد حاليا بالانشورنس بره فهي من الاطارات الابروفد افكتف جدا يمكن تخش عندنا بقى قريب الله اعلم هنبتدي نتكلم على الجلوكوما ترايلز الجلوكوما ترايلز في عندنا فيمس جلوكوما ترايلز مشهورين جدا هم دول اللي غيروا البراكتس وهنشوف ايه هي الترايز وهنشوف ازاي هي بتافكت البراكتس بتاعنا في الـ او الديسيجن بتاعنا في التريتمنت اوف جلوكوما لكن عشان نفهم اهميه الجلوكوما ترايز احنا عندنا الليفل اوف ايفيدنس اوف ريسيرش انا عندي اليو اس سيستم وعندي اليو كي سيستم اليو اس سيستم هو ليفل 1 2 3 اند 4 ليفل 1 هو راندمايزد كنترول ترايلز الليفل 2 هو بيبقوا نان راندمايزد الليفل 3 هو الاوبزرفيشنال بروسبكتيف والليفل 4 اللي هو اوبزرفيشنال ريتروسبكتيف ومعاهم الكيس سيريز والكوهورت بتاع الكنترولز اليو كي تقريبا بس هم اليو كي عشان لازم يخترعوا حاجه بعيد عن الانجليزي عشان يبقوا ليهم برضه السب هو ليفل 1 زي ما هو راندمايزد كنترول ترايلز ليفل 2 قسموه 2A و2B وقالوا بور ستاديز او الستاديز الكويسه او الستاديز اللي مش كويسه البور ستاديز البور ستاديز ديت اللي هي بتبقى ريتروسبكتيف وبولي ماتشد الجود ستاديز اللي هي تبقى بروسبكتيف ويل ماتشد ويل ماتشد يعني ما تجيش تقارن لي عيانين عندهم اطفال جروب كله اطفال وجروب تاني كله كبار وطلع لي نتائج ان ده احسن من ده وده احسن من ده لازم يبقى الماتشنج ما تجيش الجروب هنا في 80% في ميل و20 في ميل والجروب التاني في 100% ميلز مثلا قارنهم ببعض ده غير دوت يعني لازم الجروب يبقى ماتشنج مع بعض والليفل 3 اللي هو نو كنترول الفيزز اللي بتمشي بيها عدي عليها في ثانيه واحده الفيزز بتاعت الترايز عشان نبقى فاهمين الترايز بتتعمل ازاي انا عندي الفيز 1 ترايل دايما اي حاجه اي دراج جديد او اي عمليه جديده لازم بس هي صعبه في العمليات بس هي في الدراجز اكشولي لازم اجربه الاول على 100 عياء 100 واحد سليم 100 واحد سليم ما عندهمش المرض عشان اشوف ال 100 واحد سليم او اقل دول عندهم كومبليكيشنز من الميديكيشن دي ولا لا يعني اول حاجه لازم الميديكيشن does not induce complication في النورمال عديتها اخش على فيس 2 فيس 2 عيانين حوالي اقل من 1000 جروب قليل دول بقى عيانين يعني دول عندهم المرض اجرب فيهم نفس الدراج دوت عشان اشوف ان هو ما فيهوش كومبليكيشن ولو افكت فيهم ولا لا عديت فيس 2 يبقى اخش فيس 3 بخش في الوف من العيانين على مالتي سنترال عشان اللي شفته في فيس 2 اعمله على جروب عيانين كتير لان ممكن انا عندي لو رير كومبليكيشنز ما بتظهرش الا واحد كل 10000 لو هي على معموله على 1000 ألف ولا 2000 مش هتبان لكن لما ابتدي اكمل على 10000 و20000 و30000 عيان تبتدي تبين لي رير كومبليكيشن وممكن تبقى حاجه مميته فيبتدي يظهر لي الفيس 3 عدى الفيس 3 خد الابروفال المفروض بتاع اي دوله في امريكا والاف دي اي المفروض كل دوله اي حاجه عدت الفيس 3 خد الابروفال بنزله الماركت بعد الماركت بعد كده بخش في فيس 4 اللي هو البوست ماركتنج ستاديز مش معنى ان هو خلص لان في دراجز بقى لما نزلت الماركت ابتدى يبقى لها سايد افكتس ومميته لأن الماركت حاجة تانية، أنا بتكلم بقى على ملايين، أنا مش عارف أعمل عمري ما هعرف أعمل ستادي فيها ملايين، لكن لما بني دمه ميت على كل 2 مليون بيموت، هرجع أسحبه تاني، يعني ممكن يظهر لي حاجة على الرغم من الثلاثة فيزز، فكل الدراجز اللي هي بتبقى لايسنس بره أو المفروض عندنا أو في أي حتة تبقى تعدي على الفيزز ديت. الستاديز بتاعت الجلوكوما ديت دخلنا أو الستاديز أوف جلوكوما دي اتصرف عليها تقريباً مليار دولار، فهي بتتكلم على مبلغ وهمي عشان تطلع ايفيدنس بيز داتا على ليفل 1 تغير البراكتس بتاع الدكاتره في العيادات بتاعتهم على مستوى العالم فهي ستاديز اتصرف عليها كتير في تو ستاديز مهمين جدا والباقي كله هنعدي عليه من من المهمه النورمال تنشن جلوكوما ستادي ان هم لقوا ان انت عشان تعمل ريدكشن للفيجوال فيلد لوس محتاج 30% اوف اي او بي ريدكشن تمام الناس خدتها وبتطبقها حتى على الجلوكوما برايمري اوبن انجل مش النورمال تنشن جلوكوما فبيبقى التارجت بريشر بتاعك اللي ان انت مايندد بيه كان زمان يقولوا 20 لا حتى الـ انت التارجت بريشر انت عاوز توطي 30% اتليست عشان تقدر تحافظ على ستابيليتي اوف ذا فيجوال فيدنج وراو ان الريت ريت بروجريشن ويزاوت تريتمنت از هاي بات ايفن سلو افتر بيشنت ويز نو بروجريشن ان 5 ييرز بمعنى انك انت هو كلام منطقي ان العيانين اللي انت ما عالجت عالجتهم البروجريشن فيهم اقل لكن لو ان في 50% من العيانين <applause> لو ما تريتمت تريتمنت ما بيحصلهمش برضه بروجريشن ودي حاجه مش مفهومه ان ممكن العيان ودي مهمه انك انت الفولو اب بتاع العيان نورمال تنشن جلوكوما از لايف لونج حتى لو بعد خمس سنين لقيته زي ما هو ثابت واتخدعت وقال ان دي فيجوال فيلد افكت حاجه ايزوليتد وافتكرت ان هو كده مش نورمال تنشن وده مجرد حاجه كده يعني ارتيفاكت في الاوبتيك نيرف عامل لك فيجوال فيلد افكت وبيرمننت لو ان هو لا ممكن 50% من نورمال تنشن ممكن تلاقي الجلوكوما ثابته زي ما هي وتبتدي بعد خمس سنين تبروجريس لوحدها تاني. اللي لقوا ان الفاست ريت بروجريشن موجود في الويمن اللي عندهم هيستوري اوف مايجرين وديسك هيموريج فلازم تسال في الهيستوري عنده مايجرين ولا لا لان ريسك فاكتور ويمن وديسك هيموريج ديسك هيموريج معانا كذا مره ان هي از بور بروجنوستيك فاكتور في الجلوكوما. وده كلام برضه منطقي ان بعض العيانين الدراجز بتبقى مور افكتيف عن عيانين تانيين ودي كلام منطقي. آه دي برضو حاجه لاقوها يعني آه لو ان انت في الاخر ان في عيانين عندهم نورمال تنشن جلوكوما العيانين اللي عندهم نورمال تنشن جلوكوما دول الافكت اوف تريتمنت ملوش فايده قوي لو عين عنده سيفير فيجوال فيد لوس بمعنى ان العين عندهم مايلد او مودريت فيجوال فيد لوس التريتمنت از بريفنتيف للبروجريشن للديزيز على وورسينج وورسينج اوف ذا فيجوال فيد لكن لما تلاقي عين عندهم نورمال تنشن جلوكوما وعنده سيفير فيجوال فيد لوس غالبا الميديكال تريتمنت بتاعتك زي قلتها وغالبا ابتدي يفكر في شنط من من بدري يعني لو لقيت الفيجوال فيد داخل في كونسنتريك كونتراكشن او تيوبلر فيلد من الاول هو عنده نورمال تنشن جلوكوما اتكلم احنا بنتكلم على شنط من الاول لان انت بتضيع وقتك في العينين دول ان انت تقعد تجرب فيهم ميديكال تريتمنت حتى لو وصلت ل 30% باي او بي ريدكشن طبعا الحاجات دي كلها معموله قبل الميديكيشنز اللي بتجيب لي 60 و65% اي او بي ريدكشن يعني هو في ستاديز لسه شغاله بقى على الكلام ان جرب بقى الميديكيشنز بس بتكلفات وهميه في الدرجة اللي الجلوكوما ليزر تراي اللي اتعملت على الارجون ليزر ترابيكيو بلاستي قبل ما السلكتيف ليزر يبقى موجود والستاديز اللي طالعه برضو على السلكتيف لا يا نفس الكلام ان الافكت اوف ليزر از نوت لونج لاستنج يعني انت لما تعمل لحد ارجون ليزر ترابيكيو بلاستي او سلكتيف ليزر ترابيكيو بلاستي الافكت ده ممكن يعني العيان بتدي له اجازه من الميديكال تريتمنت بضع سنوات لكن هيرجع للميديكال تريتمنت تاني بعد حوالي ماكسيموم 10 سنين. فهو حلو لو حد سنه صغير ممكن تعملها له وتفهمه ان هو هيفولو اب عشان اول ما الضغط يرجع يعلى تاني بعد شويه ترجع ترجعه للميديكال تريتمنت تاني. عيبهم الارجون والسلكتف ان هم عندهم هاير ريت اوف انكابسيوليتد بليب بيحصل بعد كده. الايرلي مانيفست جلوكوما ترايل دي ستادي اتعملت عليها ديبات لان هي اتعملت على الاوي 55 عدد قليل قوي 255 عيان ده عدد قليل قوي ولكن طلعت لي ان دي اتعملت على عين جلوكوما برايمري اوبن انجل جلوكوما مش نورمال تنشن جلوكوما وريسك فاكتور منطقي يبقى الهاي اي او بي ريسك فاكتور لو عين عنده اسوشيتد سودو اكسفوليشن برضه منطقي بريسك فاكتور ديسك هيموريدج تاني متكرره معانا <applause> السنترال Cornea ثيكنس انت بتقيسه لاي عين جلوكوما مره واحده فقط لا غير عشان تعرف ان في بايس في الميجرمنت اوف اي او بي ولا لكن ليس له اي علاقه بالجلوكوما بروجريشن ولو ثيكنس اوف ذا كورنيا ملوش دعوه ان العيان دوت هيبقى في المستقبل باد بروجنوزز ولا جود بروجنوز هي مجرد بارامتر اللي لقوه هنا ان السنترال كورنيا ثيكنس مجرد بارامتر بيأفكت الميجرمنت اوف انتر Intraocular بريشر وليس له علاقه بالجلوكوما نفسها او الجلوكوما بروجريشن <سؤال> <أه> لا برضو انت لو عملت ديلينج تريت لو دي تريتمنت بدري في العيانين لو انت يعني المفروض انت بتعمل سكريننج بروجرام للجلوكوما عشان تكتب جلوكوما بدري علشان انت لما العيانين اللي اتريتد ايرلي بيبقى عندهم احتمال اكتر ان انت تديلي بروجريشن اوف فيلد على الاقل 18 شهر مقارنه بالعيانين اللي هما ما خدوش تريتمنت الادفانسد جلوكوما انترفينشن ستادي دي فائدتها اكتر في اوروبا لان هي اتعملت على التقسيمه الريشيال هل الايفكت اوف تريتمنت بيختلف او قرارك العلاجي بيختلف لو عندك دارك ريس او عندك وايت ريس ولا لا فعملوا تو ستراتيجيز ان العيانين مشكله الجلوكوما ان كل حاجه بتستخدمها كانترفينشن بتفشل فانت بالذات الحاجات لما تخش في حاجات سيرجيكال يعني نتائج العمليات عامه فيها مش عاليه فاستخدموا استراتيجي الاولانيه ان هم هيعملوا ارجو ليزر وبعدين ترابيكلو ترابيكلكتومي لو فشلت يعملوا يعني يعملوا ارجو ليزر لو فشل يجيب التارجت اي او بي يعمل لو فشل يجيب تارجت اي او بي او العمليه فشلت يعني يقرر ترابيكلكتومي ده بروتوكول اوف تريتمنت بروتوكول اوف تاني تريتمنت ان هم عملوا التات اللي هو لا هبتدي بترابيكلكتومي وبعدين ارجو ليزر وبعدين لو فشلت ابقى اعمل ترابيكلكتومي بعد كده لو ان العيانين الدارك ريس البروتوكول الاولاني بيمشي معاهم احسن العيانين الدارك ريس بيمشي معاهم احسن اي تي تي الاول بالليزر لو فشل يبقى ترابيكالكتومي فتره اللي هو الكلام المنطقي بتاعنا يعني ببتدي اول ميديكال تريتمنت فشلت بعمل ليزر فشلت بعمل ترابيكالكتومي مره فشلت بعمل ترابيكالكتومي مره ثانيه فشلت بعد كده بعمل شنطة ال العليل وايت او الكوكيزيان ريس لا إن الموضوع ده النتيجه فيه اللي بيفيدهم اكتر العكس نبتدي بالسيرجري الاول ترابيكالكتومي الاول لو فشلت يبقى اعمل ارجون ليزر لو فشلت يبقى اعمل تراكتومي او استخدم ايه ده نفس الكلام اللي قلناه. وخلي بالك برضو ان احنا الدارك ريسز لو ان هم بيبقوا أمور هايبر مترو لكن لو ان الديسك هيموريج فيهم اقل وعشان كده انت ما بتشوفش ديسك هيموريج كتير. لان يعني احنا ما احنا قاره افريقيا واحنا ناحيه الدارك ريس اكتر او احنا ميكس دريس او دارك ريس اكتر فالديسك هيموريجز كل ما تخش على الميكس دريس او الدارك ريس فالديسك هيموريجز ااا آه بتبقى لس بروبابل آه ان هي تحصل لما تخش تشتغل في اوروبا او آه في امريكا الناحيه الكوكازيان كندا او الـ كل ناحيه الوايت ريس اكتر هتلاقي ان الديسك هيموريجز كتيره بتشاف كتير برضو كل ما تبقى ناحيه الدارك ريس اكتر في موضوع ريشال الجلوكوما جامد بيبقى الجلوكوما تند ان هي تيجي بدري اكتر كل ما تبقى وايت ريس اكتر تند ان هي تيجي ديلايد اكتر فده ده خلاصه الاستادي ان هم لقوا اي تي تي فور بلاكس for تي تي فور وايتس لقوا برضو ان ترابيكلكتومي بي انكريز الكاتراكت باي 78% وانا شايف النسبه دي قليله هو اصلا ترابيكلكتومي كاتراكتس بنسبه اولموست 90 100% ان ريسك فاكتورز فور فيلير في ترابيكلكتومي ان هاي بري انترفينشن اي او بي يونج ايج اوكرنس اوف كمنطقي يعني حصل كومبليكيشنز وان الارجون ليزر لو اتعملت قبل كده ده بيزود الهاير انسولين سوفر انكابسوليتد ليفل الستاديز احنا قلنا في تو ستاديز مهمين في الجلوكوما في كل الكلام ده الايرلي مانيفست اللي كنا بنتكلم عليها والمجموعة اللي قبل كده المهم مهم فيهم هي كانت النورمال تنشن جلوكوما ثاني واحده مهمه جدا هي الاوكر هايبرتنشن تريتمنت ستادي ليه؟ لان قعدت خمس سنين دي ستادي طويله يعني الجلوكوما ترايل قعدت يفولو عينين لمده الخمس سنين والاوت بتاعتها او خلاصتها انك انت يعني ايه اوكلر هايبرتنشن يعني يعني عندهم ضغط عالي وما عندهم وتلاقي الكابلس ريشيو نورمال والفيلد نورمال هما دول كانوا بيحيروا هل دول هيقلبوا جلوكوما ولا دوت هو ده النورمال بتاع الاي او بي بتاعهم ولا لا عشان كده هما لقوا الجروب ده وقعدوا يفولو الجروب ده فتره طويله فالخلاصه اللي لقوها ان انت لو عندك عين عنده اي او بي 21 22 23 24 ما تعملوش حاجه فولو اب باي فيلد كل سنه الى سنتين unless عنده risk factors هقول دلوقتي ايه هي risk factors فلازم تحفظ الريسك فاكتورز لو عين عنده اي او بي من 24 ل 32 تريت وعين عنده اكتر من 32 كان زمان طبعا تريت كان الديبيت ان انت 24 ل 32 تديبيت تريت ولا لا لا ولا اكتر من 24 تريت يعني انت عين عنده 25 فاكتر اي او بي تريت تمام حتى لو الفيلد نورمال حتى لو الكاب ديسك ريشيو نورمال الريسك فاكتور ايج اولد ايج بلاك ريس فيرتيكال كاب ديسك ريشيو increased باترن ستاندرد ديفيشن ريديوست سنترال كورنير thickness هارت ديزيز فاميلي هيستوري اوف جلوكوما او لو عندك بروفد جينيتيك كونسلنج بره بيتعمل جينيتكس ويطلعوا الجين بتاع الجلوكوما ده ما بيتعملش هنا بس انت ابسط حاجه عندك الفاميلي هيستوري وبالتالي لازم تسال في عينين جلوكوما ان في حد في العيله فقد عين ولا لا او بياخد قطرات بطريقه مزمنه وادى لفقد عين لان العينين مش فاهمين يعني ايه جلوكوما فالحاجات دي لازم تتحفظ الريكس فاكتور في اوكر هايبرتنشن عيانين كتير بتقسم ضغط لقيت 23 24, -24 وما عندهمش اي حاجه طب عيانين كتير مش قليلين اولد ايج بلاك ريس فيرتيكال كابل سبيشال انكريس باترن ستاندر ديفيشن انكريس سنترال كورنيال ثيكنس سوري ريديوس سنترال كورنيال ثيكنس هارت فيلير وفاميلي هيستوري اوف جلوكوما دي حاجات لازم آه تبقى حافظها واي ريسك فاكتور فلو لقيت الاي او بي 21 حتى بتريد لو لقيت أي حاجه ما ريسك فاكتور دي لو ما عندوش الريسك فاكتور دي جاست فولو العينين دول ليه؟ لان لو ان جزء من العينين دول في خلال 10 سنين بيقلب جلوكوما. ويبتدي يحصل كاب ديسك ريشيو تشينجز و آه وفي تشينجز بعد كده. هنبتدي نتكلم على في شويه ستايلز كده هنعدي عليها بسرعه برضو هي ما فيهاش اي تلاتيز لازمه كولابريتيف انيشال جلوكوما تريتمنت ستايل ستادي كولابريتيف انيشال جلوكوما تريتمنت ستادي ما فيهاش اي 30 لازمه فمجرد اسم كده كبير ما لوش اي 30 لازمه الفلورويوراسيل فلترنج سيرجري ستادي استخدموا فلورويوراسيل كلامها كله منطقي ان هو الفلورويوراسيل بيزود السكسس اوف سيرجري هو منطقي الانتي ميتابولايز هتزود السكسس اوف سيرجري ان هي مور انسلنت اوف بليب ليك وليت بليب ليك ولما يحصل بليب ليك هيحصل بليب بايتس فاندوثرمايتس فده بيزود الهاير انسلنت معاها اوف بليب او اندوثرمايتس لكن هو الحاجه المهمه ان كان في اعتقاد ان الميتومايسين او فلوريوراسيل اسوشيتد ويز هاير انسلينس اوف ديفلوبينج اوف اكسبلسيف هيموريج ده الكلام ده كلام مش مظبوط في دراج نيورو بروتكتيف عملوا له ستادي قعدت على فكره خمس سنين اللي هي ميمانتين كرونيك جلوكوما ستادي ولقوا ان الميمانتين ملوش اي 30 لازمه برضو في جلوكوما وملوش اي علاقه خالص بالجلوكوما الميمانتين ده بيستخدم في علاج الزهايمر فهو من الادويه اللي بتستخدم في علاج الالزهايمر فقال لك نجربه في الجلوكوما عملوا الاول فيز 1 وفيز 2 لقوا ان هما بي يؤدي الى ان الدنيا بتتحسن فخشوا على فيس 3 لو ان هو كلام فارغ ولا شغل بلاسيبو ايفكت او شغل شركات وملوش اي لازمه نبتدي نشوف كده لو احنا حبينا نطبق الترايلز ان براكتس يعني احنا الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي لو عندك بيشنت عاوز يعمل ليزر لجلوكوما وات وود يو تيل هيم يعني هو سمع على اعلانات ان علاج الجلوكوما بالليزر وكلمه ليزر دايما عند العيانين بتزغلل يعني العيانين دايما عنده علاج عمليات دي بتخوف أول ما يسمع كلمة ليزر فهو بيتكلم على حاجة بقى يعني تكنولوجيا الفضاء فهو فيبتدي يعني يقول لك اختار الدكتور الفلاني الفلاني وعلى جانب الليزر يعني, يعني, يعني بيتفشخر عليك كأنه يعني جاب عربية بي ام مثلا عملها لي على جانب الليزر فجي يسألك علاج الليزر تريتمنت اوف رأيك فيه إيه؟ فلازم تفهمه إن هي حاجة وما فيش ليزر هيقعد فور ايفر هيقعد خمس ل 10 سنين ماكسيموم ده هو معمول كويس كمان فا دي حاجه تقولها له والكلام بيزد على ستادي مش كلام مش كلامك دي اهميه الاستادي ان انت الكلام از ايفيدنس بيزد طيب عندك عيان الاي او 11 عنده جلوكوما فيل ديفكت الكاب ديسك ريشيو 0.8 يعني عنده فيلد افكت وعنده 0.8 وعنده اي او 11 لو قلنا ان الاي او 11 ده هو الاي او الفعلي بتاعه يعني IOP فعلا هو 11 ما عندوش إنج... اي مشاكل في الكورنيا ثيكنس ده هاو يو تريت ده ايه الاول؟ ده نورمال تنشن جلوكوما طيب انت حت... هاو يو تريت بالظبط طيب ومهم تعرف الجلوكوما في الديفكت دي عامله ازاي؟ هل هي مايل مودريت ولا سيفير؟ لو هي سيفير هدخله على شنطه على طول لو لو هي مييلد او مودريت فيلد افيكت يبقى التارجت بتاعي هنا ان انا 30% اوف اي او بي ريدكشن اتليست 30% من 11 يعني عاوز اقلل كام تقريبا اربعه اه عاوز اقلل 4 8 8 دي انا يعني لازم اجيب كومباينيشن اوف تو تريتمنت يعني اجيب مثلا ازوبت مع ادوات ريف مثلا اجيب يعني ثلاث ميديكيشن يشتغلوا مع بعض عشان يعملوا يعني. ولازم يبقى فيه بروجسترانال انالو لازم طبعا لو عندي حاجه من الأدوية جديده كويس قوي لو يقدر يدفع ثمنها عندي عيان بلاك او دارك ريس اي او بي 28 اون ام تي ام تي اللي هو ماكسيم ريتد ميديكال ثيرابي هو ده التعبير المستخدم هتلاقيه بره كتير في الفايلات بتاعتهم ام تي ام تي كب ديسكريشن 0.7 وعنده جلوكوما فيلد ديفكت تبتدي له هاو يو مانج عيان جاي مثلا من السودان او جاي من كينيا وجاي هنا في مصر مبعوث عشان يتعالج ايه الاستراتيجي بتاعك هنا مثلا؟ اول حاجه ارجون ليزر الاول ليزر الاول لان كل ما يعاني يبقى دارك ريس عنده بيجمنتس اكتر كل عنده بيجمنتس اكتر فالافكت اوف ليزر يبقى احسن فممكن ادي له ارجون ليزر واوصل وفولو اب وبعد كده لو فيل الليزر يبقى عندي سيرجري فسيرجري خلي بالك ان السيرجري في الوايس بتنجح اكتر السيرجري في الترابيكالكتومي في الدارك ريس بتفيل اكتر لان الانسنس اوف فيبروزيس في الدارك ريس اكتر اخر حاجه عندنا واحد اي او بي 22 تابلكس نورمال فيل نورمال عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري في جلوكوما يو تريت اور نوت تو تريت يو تريت يو تريت يس ليه عشان فاميلي هيستوري فاميلي هيستوري في جلوكوما ذا فيري فيري رونج فيري فيري سترونج ريسك فاكتور جلوكوما جينيتيكالي ران ان فاميلي زي الدايابيتس كده فهو از فاميلي هيستوري اوف جلوكوما لو انت عندك دوكيومنتد فاميلي هيستوري اوف جلوكوما واحد جاي لك عنده اي او بي 22 وابوه ماشي على زلتان وبقى له ماشي على زلتان 15 سنه او ترافيتان بقاله 15 سنه يو تريت عندك ديفينت فاميلي هيستوري هتريت ده هيديفلوب جلوكوما مع تايم فيو ار بريفنتنج جلوكوما ان في سبيشال سيتويشنز بس هنعدي عليها بسرعه ده اخر سلايد لو انا عندكم كرونيك عنده جلوكوما كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز بيتا بلوكرز شود نوت بي بريسكرايبد لكن لو انت عاوز تستخدم بيتا بلوكر لازم تقيس حاجه اسمها البيك فلو ريت لو البيك فلو ريت وتفولو اب البيك فلو ريت هو عارفين الكلام ده بس بيتسال منكو في امتحانات بره البيك فلو ريت ده لو قل عن 12% هو ماشي على بيتا بلوكر يبقى لازم توقفه يعني انت المفروض تسال بتاع الشيست هو البيك فلو ريت بتاعه الستاندرد ولما تبتدي بيتا بلوكر بيتا بلوكر آه, دي تريتمنت فولو اب بعد 6 شهور مع تشيس قال لك ان هو اقل 12% عن البيز لاين اللي هو بادي بيه يبقى لازم توقف البيتا بلوكر واحسن ما تستخدمهاش لكن إن لو انت ساعات مضطر تستخدمها لو عين عنده جلوكوما وديبريسيف ايلنس دلوقتي تس... في شعوب عندها 60% من الشعب كله ديبريسيف ف... لازم تعرف ان الكربونيك ان انهبيتورز تحاول يعني بيتا بلوكرز والكربونيك انهيدريت انهبيتورز والبايمونيدين آه... شود بيتر بي افويدد اللي هو تقريبا كل تريتمنت يعني فضلوا بروستاجلاندين يعني فانت في الاخر لو حد عنده ديبرشن فالحاجات دي كلها بتجيب ديبرشن. البيتا بلوكرز بتجيب ديبرشن، الكربونيك انيسيفيت بتجيب ديبرشن والبرايمورودين بتجيب ديبرشن استحمل العيان اللي لك في العياده ماشي عليهم لان الحاجات دي لوحدها بتجيب ديبرشن. فاللي هو عنده ديبرشن المفروض ما يستخدمهمش. جلوكوما ان امبوتنس لو حد ماشي على فياجرا صعب تاخدها من الفاميلي هيستوري بتاع حد هنا في مصر المفروض ما ياخدش بيتا بلوكرز. تمام لان هتعمل هت 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 انديوس مور سايد افيكت. اتمنى نكون الموضوع اتغطى كله بسرعه وكمل كل حاجه شكرا